انطلقت فعاليات مهرجان زريفاب في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الذي يأخذ طابعاً ثقافياً تراثياً إنسانياً وتجارياً، وذلك برعاية الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان وحضور الشيخة جواهر آل خليفة. يشرف على تنظيم هذا المعرض الذي يشكل حدثاً فنياً وثقافياً وتجارياً وإنسانياً السيدة إلهام الربيعة التي تحدثت لفوشيا عن المهرجان. باختصار هو معرض ثقافي إنساني، ما راح نقول تجاري بقدر ما هو تراثي إنساني إماراتي، لأنه معانا طبعاً المركز راشد للمعاقين مقدمين أشياء جميلة أن الجمهور ممكن أن تعجبهم. معانا عدة مصممات من الخليج ومن الوطن العربي، معانا فعاليات يومية مثلا اليوم الأول للفرقة الإماراتية إن شاء الله حتشوفونها، معانا الأكلات الشعبية والتراثية، وأيضا اليوم الأخير حيكون العرس الإماراتي، فحتكون دائما بهجة في المعرض وانبساط. وبعد في ركن للقراءة ما ننسى، لأن نحن متوجهين إلى شعب مثقف إن شاء الله. وتقام على هامش فعاليات المعرض فقرات فيها جوانب خيرية وإنسانية، حيث يعرض منتجات أطفال مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة لمشاركتنا اليوم، طبعا مشاركين ببعض المنتوجات من طلبتنا ذوي الإعاقة من مركز راشد. طبعا بالنسبة لهالمعارض، أولا أنا أحب أتوجه بالشكر للأخت إلهام ربيعة ولمجموعات اللي معاها صراحة من الأخوات المواطنات اللي فكروا في معرض خيري إنساني مثل اللي ياسين نشوفه اليوم، وجميل ولفتة إنسانية منهم حقيقة إن هم أتاحوا الفرصة وأعطوا الفرصة لذوي الإعاقة إن يكون لهم وجود، إن 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 يتحدون إعاقتهم، إن يبينون قدراتهم. يعني إحنا من خلال منتجاتهم ممكن إحنا نلاحظ لأي مدى هم متحدين الإعاقة اللي عندهم. وكان المهرجان مناسبة لاجتماع نخبة من نجوم الفن والإعلام في العالم العربي، في مقدمتهم الفنان الكويتي يوسف العماني، ديانا كارازون، دومينيك حوراني وجميلة البداوي، إلى جانب حضور مجموعة من مصممي الموضة والجمال. يا أوشي رمضان كريم عاد عليكم بالصحة والسلامة. ثاني إشي، أنا كتير بحب الإيفنتات اللي زي هيك اللي بكون فيها معارض، لأنه أكتر شيء الناس بتكون رايقة فيها برمضان، وخاصة الفنانات والفنانين اللي إحنا بننبسط إنه نلتقي مع بعض، لأنه بكون الشغل كتير خافف والناس اللي كلها مسافرة بتلاقيها موجودة في بلدها. فما أحلى الإمارات وبالإيفنتات تبعتها وبالسحور تبعها، إن كان معارض أو سحور لأصحاب لإلنا. فكتير في أهمية كتير كبيرة إنه التوقيت تبعهم كتير كتير كويس وكتير مناسب، وما يكون دايما بأول أسبوع أو أول 10 أيام من رمضان. أحلى وقت بهذا الوقت إني أعمل هيك معرض، خاصة ما يكون فيه لبس كتير، فإحنا بنهتم بهاي الشغلة بصراحة. شرفني اليوم حضور على الإيفنت الحلو، وأشكر الأستاذة إلهام الربيعة على التنظيم الأكثر من روعة. وصراحة يعني هذا شيء يدل على 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 كيف سائرة التجارة في الإمارات، وشلون طريقتها وشلون تتطور من أحسن لأحسن، وهذا شيء وايد حلو. أنا فرحانة بزاف أنه نكون متواجدة اليوم في المهرجان، لأنه مش بس مهرجان تجاري، هو كذلك إنساني وخيري، ويعرف مشاركة أطفال مركز راشد للمعاقين. فإحنا دورنا كفنانين وكإعلاميين أكيد لازم نكون متواجدين ونساهم ولو بالقليل بتشجيع هذه المواهب. والإمارات بشكل عام يعني قدمت لنا الكثير، فهذا أقل شيء إحنا ممكن نقدمه.